زيت حبة البركة أو الحبة السوداء هو عبارة عن زيت نباتي طبيعي يتم استخراجه من نبات حبة البركة العشبي، ويعرف بأنه أفضل أنواع الزيوت الصحية التي ينصح بها الطب الشعبي. بفضل ما يحتوي عليه من فوائد وعناصر هامة للصحة، فهو يحتوي على مجموعة فيتامين بي المركبة، وكذلك مجموعة من الأحماض الهامة مثل حمض الأوليك وغيرها. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على طرق استخدامه بشكل صحيح في علاج الأمراض والمشكلات الصحية. يعاني الكثيرين من ألام الظهر، وقد اختبرها الجميع مرة واحدة على الأقل، وتتدرج مدى الألم الذي يشعر به الإنسان باختلاف الأسباب. وزيت الحبة السوداء يعتبر من أهم العلاجات لهذه المشكلة الصحية، فهو يساعد على تخفيف ألام الظهر نظرا للخواص الشفائية ومضادة الالتهابات التي يمتلكها، وذلك من خلال تسخينه وتدليك أماكن الألام، مما يساعد على سرعة اختراق الجلد قدر الإمكان. زيت حبة البركة غني بالأحماض الدهنية عديدة التشبع مع البروتينات والكربوهيدرات، مما يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتنشيط الدورة الدموية وثبات مستويات الأنسولين في الجسم. وللشعور بالانتعاش طوال اليوم، يتم إضافة ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة لكوب من عصير البرتقال مع وجبة الإفطار. وللحصول على نوم هادئ، يتم تناول مشروب ساخن مع إضافة ملعقة من زيت حبة البركة بعد وجبة العشاء. قد يؤدي تراكم السموم في الجسم إلى إصابته بالتهابات شديدة في الجلد والعين والمعدة، وربما الأورام أو الربو والأمراض العصبية والطفرات البيولوجية والعقم. ويعتبر زيت حبة البركة أساسي لتنقية الجسم من السموم، فهو يتمتع بالقدرة على تنقية الجهاز الهضمي من خلال عمله كمضاد للأكسدة ولتنقية جسمك من السموم. يمكن كذلك من خلال تناول ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة في الصباح والمساء مع العسل. زيت حبة البركة يتميز بخواص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساعد على علاج بعض الأمراض مثل الربو والسعال والحمى. ولعلاج الربو ينصح بإضافة ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة لكوب من الماء المغلي مع استنشاق البخار الناتج لمرتين في اليوم. ولعلاج السعال يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الزيت للشاي أو للقهوة، أو يمكن استعمال نصف ملعقة صغيرة في تدليك منطقة الصدر. أما لعلاج الحمى، يتم تناول ملعقة صغيرة من الزيت عند الحاجة، حيث تساعد على زيادة تعرق الجسم. لا تظهر في الغالب أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الناس الذين يعانون منها، كذلك الأمر في الحالات التي يسجل فيها ضغط الدم قيما مرتفعة إلى درجة تشكيلها خطرا على المريض. لكن استخدام زيت حبة البركة يساعد على خفض مستوي ضغط الدم، وذلك من خلال إضافة نصف ملعقة من الزيت لكوب من الماء وشربها على معدة فارغة في الصباح. اضطرابات المعدة أو الإسهال هي ما يجعل أي شخص يشعر باستنفاذ الطاقة. ولعلاج الإسهال يمكنك تناول ملعقة صغيرة من الزيت مع الزبادي مرتين خلال اليوم. أما لعلاج القيء واضطرابات المعدة، يتم تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج مرتين خلال اليوم. ولعلاج الصداع، يتم تدليك جبهة الرأس بالزيت. زيت حبة البركة يساعد على تحسين الإبصار وعلاج عدوى العين، ولهذا الغرض يمكن استعمال الزيت لتدليك الجفون قبل الذهاب للنوم. كما ينصح أيضا بتناول كوب من عصير الجزر مع نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مرة واحدة يوميا. زيت حبة البركة مفيد جدا لتعزيز نمو الشعر ومنع ظهور الشعر الأبيض، لهذا الغرض يتم إضافة القليل من الزيت للشامبو الخاص بك، أو يمكن استعماله في تدليك فروة الرأس مباشرة بعد غسل الشعر. زيت حبة البركة لديه القدرة على تعزيز الجهاز المناعي الضعيف، مما يساعد على مكافحة العدوى والجراثيم التي تؤدي للحساسية. ولتعزيز الجهاز المناعي ينصح بتناول ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة في الصباح والمساء. تعد حبة البركة علاج معجزة للسرطان في المراحل المبكرة، حيث قد تم ذكر استخدام زيت حبة البركة كعلاج فعال لسرطان البنكرياس، فتعمل الخواص الشفائية لتلك البذور على قتل الخلايا السرطانية، ومن ثم تمنعها من الانتشار. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.